وفي جديدة عرطوس بريف دمشق، قواتنا الباسلة تضبط سيارة للإرهابيين نوع فان محملة بالأدوية المسروقة المعدة للتهريب وكميات من السماد لتصنيع العبوات الناسفة. في إطار ملاحقتها لما تبقى من فلول العصابات الإرهابية المجرمة، وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة تضبط سيارة فان كانت تحوي على مواد طبية مسروقة. وردت إلينا معلومات من الأهالي في منطقة جديدة عرطوز عن قيام بعض العناصر الإرهابية بعمليات تحميل ليلا من أحد الأبنية، فقمنا بضبط فان محمل بالأدوية المسروقة والمعدة للتهريب للعناصر الإرهابية المسلحة، وهذه الأدوية تحتوي على مصول، كحول، إبر للتخدير، إبر مضادة للالتهاب، أجهزة طبية مخصصة للعمليات الجراحية الميدانية، بالإضافة إلى كمية من السماد المخصص للطبخ والإعداد للعبوات الناسفة، فقمنا بضبطها وتسليمها إلى الجهات المختصة. ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة حصن الوطن المنيع ضد كل العمليات الإجرامية والإرهابية. كان معكم مراسل الإدارة السياسية جديدة عرطوز ريف دمشق. في ريف دمشق، وفي إطار ملاحقتها فلول الإرهابيين، قضت وحدات من جيشنا الباسل على عصابة إرهابية مسلحة ودمرت رشاشا ثقيلا كان بحوزتهم وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوفهم في حي برزة والقابون. وفي جوبر اشتبكت وحدة ثانية مع عصابة إرهابية قرب دوار المناشر، ما أسفر عن إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. كما قضت وحدة من جيشنا الباسل على أفراد عصابة إرهابية في دوما ومحيط مؤسسة المياه بحرستا، ومن بين القتلى يوسف عبد الكريم البرناوي، إضافة إلى أحباط محاولة إرهابيين تفجير عبوتين ناسفتين يتجاوز وزنهما 25 كيلوغراما في مدخل بلدة الريحان. وفي الغوطة الشرقية، دمرت وحدة من جيشنا الباسل وكرا لعصابة إرهابية مسلحة في مزارع البحرية بما فيه من أسلحة وذخيرة وأوقعت جميع من فيه قتلى. كما لاحقت وحدات من جيشنا الباسل عصابات إرهابية في المزارع المحيطة بالكسوة في ريف دمشق الجنوبي وأردت عددا من أفرادها قتلى ومصابين، في حين دمرت وحدة ثانية سيارة مفخخة يقودها انتحاري على طريق فرعي ترابي قبل دخولها إلى البلدة، ما أدى إلى مقتل الإرهابي الانتحاري الذي كان يقودها. إلى ذلك، تم إيقاع أفراد عصابة إرهابية بين قتيل ومصاب في عملية نوعية لوحدة من جيشنا الباسل في مدينة زبداني بريف دمشق الشمالي الغربي. وفي